يعني أنا باعتقادي أن وزير الخارجية الإيرانية سوف لن يستطيع أن يعني يكتب خارطة طريق يلتزم بها الجميع. مثلا القوات الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية خططت لضرب بعض الأهداف الإيرانية، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في المنطقة. يعني نحن نتمنى أن تبعد أن يتم إبعاد شبح الحرب عن العراق، لأن العراق يعيش في مرحلة خاصة الآن، مرحلة بناء ومرحلة يعني إعادة بعض الأمور إلى مجاريها بعد يعني القضاء على داعش. لكن أنا بعتقد أيضا أن إسرائيل لديها أهدافها ومواقفها، وأنا لست يعني متفائلا جدا فيما يحدث في المنطقة.